من النجمات العراقيات الجداد تعرفنا مؤخراً على الفنانة دلال كريم اللي انطلقت بقوة بالساحة الفنية العراقية، بس واجهت صعوبات هواية قبل ما تدخل المجال الفني. العادات والتقاليد والعوائل تحكم، أي وحدة عندها هدف وحابة تواصل فلا تخاف وتتردد إنه تكمل. صح واجهت صعوبات في بداية الأمر، بالصبر والتفاؤل كان أكو أمل، وبمساعدة الأب قدرت أجتاز هذا الموضوع. دلال واجهت اعتراف كبير من عائلتها بالبداية، بس أصرت على اعتراف الغناء. بالبداية لقيت هواي اعتراضات، وتقريباً سنة يلا اقتنعوا. مع انطلاقتها انقسم الرأي العام العراقي على دلال، وأغانيها طالتها انتقادات على بعض الكلمات، لكن دلال ما توافقنا الرأي. كان رد فعلها على السؤال؟ ما هي ما صار هواي انتقادات على الكلمة هاي، ما بيها شيء. حبك يفلش يعني، هاي بالجلف العراقي مالتنا يعني، حبك يفلش بالعكس كلش حلوة. كانت ردود الأفعال كلش حلوة، وناس حبوا الأعمال. يعني هو عمل واحد والثاني نزل يعني ما صار له من كم يوم وبعد عندي. زين شنو رأيك يا دلال بتشبيه صوتك بصوت دموع، وهل يزعجك اتهامك بالتقليد؟ فنانة دموع كلش أحبها وأحترمها، بس أنا اللي أشوفها إنه هي لها لونها الخاص وأني بعيدة عنها، وبالعكس مدى أقلدها. هي ما أعرف، يا سبحان الله جديد شبه أي شبه البحة بس صحيح. وبعد تصريحها من فترة اللي أثار جدل كبير حول النجمة العراقية شذا حسون، أكدت دلال عبر كاميرا ستارز أون يو تي في إنها مو سامعت لها ولا أغنية. أنا بالعكس يعني أنا كلش أحبها وأحترمها، وقدمت أعمال حلوة، بس يعني ما سمعت الأغنية. يعني أنا جدا آسفة، يعني مو لأن ما أعرف لها، لا بالعكس يمكن سامعت لها وناسية، ما أعرف. تابعت إنها ما تسمع أعمال فنانات عراقيات، بس تسمع دائما للفنانة أحلام. ما أسمع مو فنانات عراقيات، أنا أكثر شيء أحب أسمع أحلام، لأن بالأخير صارت تبدع، في عندها إبداعات هواي بالكليبات. عندنا متميزات وعندنا نجمات حلوات، بس هو هذا الطريق صعب في حد ذاته. قبل لا نختم الحوار، حمست الناس لأعمالها الجديدة. غنيت أغنيتين، عندي كليبين يعني مو لوني، فدا أغني أكثر من لون، أريد أشوف وين أنا، فبعدني دا أشتغل على هذا الموضوع، وعندي بعد كليبات وانتظروني.